الله عليك سيد المندوب، ديما متنسين او المستهلك الفلاح او المواطن اللي لازم يكون على وعي وبينة بالمخاطر الجديدة تغيرات المناخية. قاعدين تتواصلوا في حملة تحسيسية في توعية الفلاحين والمواطنين لتشييد استهلاك الماء؟ احنا العنصر هذا انت بارك الله فيك اللي لمحت له، احنا من منبر بتاع إذاعة حياة إفهام ندعو كافة المواطنين وكافة الفلاحين على تثمين أي قطرة ماء موجودة على المائدة المائية ولا على الاستهلاك من في مستوى العائلات. نأمل أن الفلاحة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المائدة المائية. راو عنا إشكال كبير في استنزاف المائدة المائية بالحفر العشوائي. الحفر العشوائي هذا صحيح تو كل واحد يقول لك راني أنا نحب الماء ونحب الماء، أما راهو يلزم نخموا على أجيالنا المستقبلية. راهو محافظة على الموارد المائية بتاعنا، راهو محافظة على ديمومة القطاع وديمومة الإنتاج. صحيح ما نجموش مساحة كاملة بتاع ولاية القيروان باش نمدوها سوا. إحنا عندنا إمكانيات لازم نحافظ عليها. الشكر لك.